معانا واحد صعيدي اسمه مصطفى الله يمسيه بالخير اذا كان عايش والله ما ايه يرحمه اذا كان مات. فمسك البتاع ده السلاح بتاعه والله العظيم ده بكلمك جد وخرج اللي هيطلع يا اولاد الكلب والله العظيم هنضربه وقف على الباب بتاع الملجا عشان ما حدش يخرج منه عشان مش حد يخرج ما لو خرج حقيقه انا هكشف للعدو الصعايده رجاله قوي على فكره والله ده اللي حصل والله كانه هو انا صورته معايا دلوقتي لغايه دلوقتي والله صورته يعني محتفظ بصورته اللهم صل على النبي السعيد كان خايف عليهم خايفين برضو خايف عليهم لا يخرجوا وعليه يعملها برضو وعليه لو في حصل تحول لاي حاجه برضو الوضع كذا 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 اثناء الحرب برضو فتحوا لنا قالوا ايه اطلع بره يلا خلاص الغرق بطلت او حاجات من دي فالمهم ما صدقنا شفت بقى ناس متعوره اتخيل بقى مثلا ايه اما واحد مشط رجله يضيع الصابع اللي قدام دي تطير خالص ويجري زي الحصان والله ثلاثة بالله ويجري زي الحصان ايه دي ولا واحد صبع مقطوع صبع الضفر صبع رجله مثلا الشيء الكبير ويقعد يجري من حالته الروح هنروح فين يا اولاد ما نعرفش هنروح فين اجت الاوامر او واحد ظابط برضه كان موجود قال روح في المكان الفلاني رحنا في المكان الفلاني ده قرب جبل عتاقة يعني فيه فرق بيننا وبين جبل عتاقة شويه اكتر بس ايه قدامنا كده قال في هناك الجرحى ومش عارف ايه روحوا هناك والحته هناك امان نروح يا استاذي تصدق بالله نروح يا استاذي نلاقي الجرحى الجرحى صف هنا جرحى وصف هنا جرحى خدت بال سيادتك واخداش بالك مثلا ايه السوق اللي هو بتاع البلد ده مثلا وحاجات زي كده وفيه ايه مسافه فيه بين الصف ده والصف ده طريق كده كله جرح كله جرح هنا جرح وهنا جرح كان الطيران الهليكوبتر كانت تشيل الجرح وتمشي من ايه من بطن جبل عتاقه على حلوان